فضيلة الشيخ، مثل هؤلاء الذين يعني يتركون سؤال أهل العلم ويزهدون بالأسئلة الشرعية في أمورهم الشرعية، لعلكم توجهون بعض الناس؟ هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون جاهلا ويتكاسل عن السؤال، والحالة الثانية أن يكون متعالما يظن أنه على علم وأنه ما هو بحاجة إلى العلماء ويرجع إلى نفسه وإلى فهمه. وكلا الفريقين مخطئ ومفرط في دينه، فعلى الجاهل أن يسأل أهل العلم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في موضعين من القرآن، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال واجب عن أمور الدين لئلا يبقى على جهله ويعبد الله على جهل وضلال، كما هي طريقة النصارى الضالين أنهم يعبدون الله على جهل وضلال. ونحن والحمد لله قد أزال الله عنا الجهل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن والسنة ووجود العلماء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثت الأنبياء. نعم.